خلينا نبدأ كلام بالحلقة الخامسة. ماشي. أحسن حلقة؟ الخامسة؟ لا أنا بالنسبة لي أول اتنين هم الحلوين. أنا اللي فيهم محتوى صادم قوي. تمام. أنا في الخامسة خلاص اتعودنا. ممكن نتفق إن الحلقة الثالثة كانت فيلر غريب، يعني أنا ما فهمتش بشكل جعلني ضايقني. بجد أوت أوف نو وير كده المسلسل ماشي زي الفل حلو، بعد كده تيجي تحبوا بعض. إيه؟ انتوا بجد صرفتوا حلقه كامله على دي؟ حلقه بطيئه جدا ملهاش اي لازمه، اللي هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ احنا كنا ماشيين حلو، بعد كده جت الحلقه الثالثه. انا برضو معاك، الحلقه الاولى والثانيه كانوا عاليين وهم بيبنوا العالم ده، وانا اشتريت 100%، بس انا عجباني الحلقه الخامسه بشكل الخامسه. يعني انا لو هقول، بص يعني من غير ما اشوف السادسه، من غير ما اعرف الريفيل اللي في الاخر، احسن لحظه في الثلاث مسلسلات اللي فاتوا بتاعت كلاسيك لوكي وهو بيبني اسجارد من تاني. بصراحه ده تفضيل شخصي. انا همسك بص، على الرغم ان اللبس بتاعه رديء جدا، الا ان اللحظه لا 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 مش رديء مان، افتح الكوميكس. انت بتقول لي انا افتح الكوميكس؟ ايوه اكزاكتلي. يعني انا شايفه بالظبط في اللايف اكشن. في اللايف اكشن شكله مش قد كده، انا عارف، بس انا فاهم الحته. اللحظه الحته اللي جايه كده، اللي هو نايس. لا يعني انا الواحد، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا اذكياء دي. بالظبط. خلينا بقى نبدا. ايه، انا هبدا من النظريات للحلقه الاخيره هتكون ايه. يعني ايه اللي هيحصل عامه في القصه؟ بص، احنا زي ما اتفقنا نقسم. اول حاجه هندي التوقعات ايه اللي هيحصل في الحلقه الاخيره، تمام؟ بعد كده ندي توقعات ايه اللي مسلسل لوكي هيسيبنا بيه عشان العالم اللي هيتبني بعد كده، تمام. انا مش عايز ابدا بدي، بس خلاص ما دام احنا بنتكلم على لوكي الكلاسيكي، واحده من النظريات اللي انا قريتها وانا شايفها ان هي فار فيتشد قوي، بس لو عرفوا يظبطوها بطريقه تكون عدله هتبقى جامده جدا، وهو ان لوكي الكلاسيكي نوعا ما ورا الليله دي كلها، وان هو من حته ان هو فيك عمل، يعني ايه، زي ما لوكي في زمان عمل اختلق موته، ده كمان اختلق موته. بالظبط بالظبط. وانت هتيجي بعد كده التايم ماسترز اصلا هم بابيتس من لوكي ذات نفسه، من فيرجن تانية من لوكي. هو ماشي، انا ممكن اصدق شويه في حكايه ان اللي ورا كل ده فاريانت، بس مش الكلاسيك. بس عارف ده، عارف ممكن يدعم كلامك ايه؟ ان ريتشارد اي جرانت هيطلع ثلاث حلقات، وكده طلع حلقتين فاضل واحد، ف ممكن. طب ايه؟ يعني انا شايفها ان هي منطقيا مش هينفع تيجي، عشان منطقيا وانا وانت عارفين هم رايحين فين. رايحين للكونكر كانج، تمام؟ ولا دي حتى بقت في الايام دي بقت مضمونه. ديك شفت بلاك ويدو، شفت تاسك ماستر طلع مين؟ فانت ما تتوقعش قوي. لا 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 لا، مش هنجيب سيره الموضوع ده، مش هنجيب سيره بلاك ويدو، يعني مش هنجيب سيره بلاك ويدو هنا خالص. وطي التوقعات في المسلسلات، حتى ما بقتش مصدق ان كانج هو اللي في المسلسلات بتاعت مارفل دي. حاجه لاحظتها مع واندا فيجن ووينتر سولجر، في المسلسلات بتاعت مارفل، سيبك من الافلام، المسلسلات الحاجه الواضحه هي اللي بتحصل. بالظبط. اكن ذا هارت هي من هي. من اول سلام عليكم، من اول واحد. ما قعدت تقول بقى الباور بروكر هو نورمان اوزبورن، مفيش، هو شخصيه موجوده بالفعل. لا، كل حاجه واضحه، كل حاجه واضحه في المسلسلات، اللي هو انت ما تفكرش كتير. اللي واضح اللي هيحصل، عشان اللي بيكتبوا ما بيكتبوش لكام واحد اللي قروا المجلات، ده بيكتبوا للناس كلها اللي هتتفرج على المسلسل، فمش منطقي ان هم يقعدوا يدسوا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده. بصوا، انت لو خدت كلام ان هو مسلسل لوكي هو بحث عن الهويه، فيبقى خلاص هو الجاي فاريانت من لوكي، مع ان بغض النظر دي النهايه مش هتعجبني انا شخصيا، بس ماشي يكون لوكي بيتاكد ان مفيش لوكي غيره، او مفيش لوكي حلو غيره، ويكون فعلا التايم كيبرز دول بالفعل هم اللي عملوا التي في ايه، وهو جه سطع عليهم، واخد بالك، وتخلص منهم وعمل النسخ بتاعته. ممكن، وبرضه ممكن اللي هو الحاجه الاضحى اللي واضحه جدا، اللي هي كان جوه اللي هو اللي يكون ورا الليله دي كلها. دي برضه مجلاتيه قوي. ايه، انا بص، يعني انت لو هتتكلم ما اتقالتش قبل كده، ما اتجابتش قبل كده، وان انت تقدمه على انه كده مكان ثانوس مثلا، لا، محتاجه شويه وقت. يعني عارف مثلا ممكن ايه، في اخر مشهد في الحلقه الاخيره يطلع كده زي ثانوس بجنب وشه يقول انا خطتي باظت، زي ما دارك سايد عمل كده في خطتي باظت. لكن ان هو يطلع، انا اتمنى وفي ادله كتير على انه كان يا عم السحابه دي، ما هي المفروض اصلا تبعه اساسا، الايث اساسا كان ضده في المجلات، مش تبعه، كان ضده في انا اقول يعني ان هو يعني حتى ذات نفسه وجود ان ده كان موجود في الليله من العالم بتاعه، من الارك بتاعه بالظبط، والست اللي هي
اللي كانت مع مورفيس اسمها ايه؟ رينسلاير يا عمي. هو القضيه الست بتاعت التي في ايه، الست بتاعت التي في ايه الاساسيه، ما التي في كلها حريم يا عمي، هي الاساسيه اللي كانت بتسمع للتايم كيبرز، هي الوحيده اللي بتدخل رينسلاير. تمام، رينسلاير رافونا رينسلاير. في الـ في الـ في الكوميكس على حسب ما انا فاهم ان برضه هي ليها علاقه مع هو كان. تمام بالظبط، هو كان معجب بيها وهي ما كانتش مدياله ريق حلو عشان هي من عيله ملكيه وهو يعني تجار انتساب، فما كانتش مدياله قوي ريق. فاللي هو يعني معلش عايز اسالك سؤال، طب ما انت عندك واندا واجنس مرتبطين بمفيستو ونايت مير وباندامونيوم، ولا حد في دول طلع؟ بس ده ما كانش ليهم سيت ابس كتير في المسلسل بتاعهم. معلش ده كان كل فريم في واندا فيجن بيقول مافيستو اهو موجود اهو. عمري ما اكلت البتاع، انا كنت من النادي اللي هو ايه، يا اما هيكون حاجه ميتافوريكال هيكون اخر المسلسل ده، يا اما هيكون حاجه واضحه جدا. يعني ما اكلتهاش في الاول، بس بعد كده لما لقيتها زاد قوي الكلام فيها قلت لا مش تركبش، ولا انت من الاول كده؟ انا من الاول، وهي يا اما هتكون في الاخر حاجه ميتافوريكال، حاجه اللي هي حاجه استعاريه نفهمها، حاجه جماليه تتاخد من المسلسل، او هتكون الحاجه الواضحه ان هي اجنس وبتاع وهي الليله دي كلها. طب اقول لك اغبى حاجه سمعتها قبل ما نبدا دلوقتي، ايه؟ ان اللي ورا الموضوع ده كله اللي هي بي 15 وهي لوكي اساسا، لوكي فارينت. مين بي 15؟ اللي هي الست الضخمه دي، الجنديه الضخمه، اغبى حاجه. لا سمعتها. لا والله قال لك مش عارف، اكونت مارفل كندا نزل صورتها وقال استنوا اللوكيز وحط صورتها مع اللوكيز، فمن اسخف الحاجات اللي ممكن تكون سمعتها. نو الست بتاعت باتمان في سوبرمان ايه اللي هيجيبها يا عم؟ مش للدرجات يعني فاهم. بس خد بالك برضو ان هي وسي 20 موجودين في الحلقه، انا مسميها بهيره وساميه، بهيره 15 وساميه 20 موجودين في الحلقه السادسه. طب اقول لك حاجه عشان ما نتوهش الناس معانا، انت قلت كانج، اديني الاسباب وانا اديك الاسباب. يلا، ان في ايستر ايجز زياده على اللزوم، وده هيساعد مارفل ان هم يفتحوا عالم المالتيفيرس، ودي بالنسبه لي هي الخطوه الواضحه جدا ان ليه مسلسل لوكي معمول اساسا عشان يفتحوا العالم بتاع المالتيفيرس. تمام، ويكون في بيج بادي موجود. تمام، في حد كبير خطر موجود ممكن نقدر نستعمله في افلام ثانيه، خاصه فيلم انت مان اند واس كوانتمانيك. اي بالظبط اللي جاي. تمام، فلو يعني ماشي، هو ده مضمون انه طالع فيه بالظبط، يعني كانج فيه، بس اللي مش مضمون انه يطلع في المسلسل، يعني ده اللي مش مضمون. بس هي بص، المملكه شبه المملكه بتاعته، شبه العديد من الممالك. لو ما طلعش كانج، ممكن يبقى إمورتس اللي هو كانج اساسا، او راماتوت اللي هو كانج برضو. بس ارجع انا واقول، اول ما افكر في الافكار دي الاقي واندا فيجن قدامي، بس شكرا خلاص اسكت ارتجع. انت تقول ايه اللي هيحصل في الحلقه السادسه؟ يلا، ما يعني خد الموضوع بشويه ملح برضو، ان اكيد ممكن يحصل ممكن ما يحصلش. انا بقول ان المسلسل كله ميتافور عن الهويه وصراع لوكي مع نفسه، لان انت حتى عارف لو بصيت بنظره اعمق هتلاقي ان كل الفارينتس بيمثلوا حاجات من لوكي، المغرور قوي، الكذاب، الانتي هيرو كده يعني، العيل المغرور جدا زيه. فلو بصيت لها كده ممكن يطلع هو في الاخر هو، ويبقى صراع لوكي حوالين نفسه مثلا، هويته. وانا بقول لك لو ده حصل مش هيعجبني، انا عايز كانج فعلا، هات لي كانج، انا عايز اشوف كانج. انا بقول او عارف ممكن ايه، في برضه حد كتب حاجه هي متحزلقه جدا بس يعني تستحق الطرح. ماذا لو كانج لوكي، بغض النظر ان كانج معمول له ريك كاستنج جونسون ميجرز والحاجات دي، يعني كانج فاريانت اللوكي، لان كانج لو تاخد بالك لو رجعت لقصته مش جاي هو عارف مبنيه، هي جايه منين؟ جايه ان كانج اساسا قصته في الاصليه ان هو بيدور، بيسافر لعده اماكن يشوف النسخ منه. فوانت بتقول ان لوكي هو اللي ورا الموضوع ده، فلمست الاثنين في بعض، ان دي نوعا ما الاوريجن ستوري بتاعته بتاعت الفيرجن دي منه. مش عارف. في حاجه تانية ممكن تكون بتدعم ان هو يبقى لوكي، عارف انت الانيميشن اللي اتعمل في اول حلقه ده؟ البيبيونه السوداء كانت في كل المتغيرين، كان في كده بيبيونه سوداء ثابته في كل المتغيرين، مهما تغير شكلك انت لابس نفس البيبيونه السوداء. لا دي ده شغل نظريات عميق، مش عارف. لا مش نظريات عميق، لا الحاجه الثابته بين كل المتغيرين، كلهم عايزين يدمروا التي في ايه. اوكي، طب ثانيه، الساعه فين من الليله دي كلها؟ مس ميريتس هي مريبه،
هي شكلها مريب، بس انا اعتقد برضو احنا لو هنقعد نوطي التوقعات هي حاجه كده زي السوبريم انتليجنس كده، او زي سيري اليكسا الحاجات دي، المساعد الذكي بتاع التي في اي وخلاص. طب ما ممكن تكون هي behind all of this. لا مش للدرجه، هي ممكن، بس انت كده رايح مع نظريتي الغامض اكيد ورا حاجه، الواد ده طالما ساكت يبقى اكيد شرير. ما انا مش عايز انساها برضو، فاهمني ان في حاجه كتير مش عايز افوتها وبعدين تحصل في الحلقه. هي برضو عملت في الحلقه الخامسه كم لقطه كده اللي هو ايه خبيثه برضو، اللي هو ايه جرجره سيلفي لحد ما الحراس يجوا بتاع. بس رينسلير يعني هتوصل، لازم يكون ليها دور كبير، دي انا متاكد منها، لان سيلفيا لازم يكون ليها الرايفل الكبير من الناحيه الثانيه، فهي لازم يكون ليها دور كبير. تمام، جميل. ولازم يكون في بقى بيج بادي اللي هو يقف قدام لوكي. ف كانج فيزيكلي يطلع، بس يطلع في اللي انا مش مقتنع بيها ان هو يستنى كل ده ويطلع في الحلقه الاخيره، بس يطلع في الحلقه الاخيره السلام عليكم بس، فاهمني؟ دي اللي انا مش، ولو هيطلع ممكن زي ما انت قلت من شويه اللي هو تلميح، خلاص هنعمل، خلاص احنا دمرنا التي بي اي وعرفنا حقيقه الليله دي كلها وبتاع، وايوه بقى في حاجه اسمها مالتيفيرس في العالم، ودي حاجه طبيعيه، وخلاص عملنا سيت اب اللي هياتي بعد كده. اه بالمناسبه كان ورا الليله دي كلها، شكرا، سلام عليكم، المسلسل خلص. نقعد بقى مستنيين كده لحد فيلم دكتور سترينج على الـ على الـ الـ الحاجات دي، على وارد، لان برضه انا شايفها مش منطقيه ان مره واحده في اخر حلقه يوم طالع، فاهم، ويقول ايوه انا الباد جاي اللي كنت من الست حلقات اللي فاتت. طب يعني احنا مش متفقين ان في النهايه لازم نوصل لمرحله ان الدنيا مجنونه جدا والمالتي فيرس ضارب عشان نوصل لفيلم دكتور سترينج؟ لا، انا بقول لك ان ده لازم يحصل. انا بقول ان الفكره ان انا عارف ومتاكد 100% ايه النتائج اللي هتيجي من المسلسل ده، بس انا مش عارف هينتهي ازاي. طب قول النتائج، يمكن نعمل ايه هندسه عكسيه نرجع لورا. النتائج اللي انا متاكد منها ان هيتم وصول رساله واضحه جدا ان دلوقتي بقى في حاجه اسمها مالتيفيرس عالم مارفل السينمائي، ودي حاجه عاديه جدا خلاص، يعني دلوقتي انت تتعامل معاها كانك بتتعامل مع الكواكب الثانيه، كانك بتتعامل مع ان في جاردز اوف ذا جالاكسي في اماكن ثانيه في العالم. اه دلوقتي في حاجه اسمها مالتيفيرس في كل حته، عشان لازم الحته دي تبقى معمول لها نورماليزيشن بشكل مش طبيعي في دماغ المشاهد اللي بيتفرج على حاجات مارفل، عشان بعدين لما تتفرج على فيلم سبايدر مان ولا حاجه وتلاقي مليون يعني فيرجن من سبايدر مان بتتنطط ما تستغربش. تمام، ونفس الموضوع لو حاجه زي دي حصلت احتمال ابقى ابطل اتفرج خالص، ممكن، بس الموضوع هيبوخ يعني، ما عندهمش حل. ايه الناس دي كلها ما عندهمش حل غير كده، ولازم ده يحصل. لا طب ماذا لو حتى وصلنا للمالتيفيرس بس عند نقطة معينة قفلنا الدنيا تاني؟ يعني بنفس تفكير التي في اي ان وجود مالتيفيرس دي حاجة وحشة ولازم يكون في سيكريت تايم لاين؟ بالظبط، بالعكس، انا لا اعتقد. انا شايف ان ده، لا بص، انا شايف ان ده اطار متماسك قوي لافلام وليست مجلات. المجلات يعمل لي مليون عالم وتعالى نتكلم فيهم براحتنا ومتغيرين لكن في افلام الناس مش هتفهم كل الليله دي كلها. تخيل انت بقى ايه بعد خمس ست ايه الخطوه الجايه؟ مفيش خطوه جايه غير ان انت توسع العالم بشكل مش طبيعي. ليه توسع العالم وانت اللي موجود عندك ما يقضكش يعني؟ ازاي هتجيب مايلز موراليس؟ ازاي هتجيب مايلز موراليس ليه؟ مش فاهم ازاي هتعمل به ايه يعني؟ ازاي هتدخل الاكس مان؟ ازاي هتدخل الاكس مان في القصص بتاعتك؟ ازاي هتدخل انت شوف لك بقى صرفه. بص انت كل ما تغلب ارجع لتجارب هايدرا، قول تجارب هايدرا هي اللي عامله، تجارب هايدرا هي اللي بوظت الدنيا، اي حاجه تجارب هايدرا. حتى في بلاك ويدو ده كان في مشروع جنب جندي الشتاء ما سمعناش عنه قبل كده، بس موجود خالص ولا ان الفيلم كله اساسا هو الوينتر سولجر بس معمول بشكل وحش، فاهم؟ لا المهم ما علينا، قلنا بلاش كلام عن بلاك ويد. ماشي اوكي. الاوت ده الاوت الوحيد اللي ينفع يكون موجود لمارفل بعد كده على ما اعتقد، بس برضه مش متاكد. الاوت الوحيد، التفسير الوحيد اللي يعرفه يروح له بعد كده ان بيكوز اوف مالتيفيرس، فاهم؟ ما بس ما انت عندكش غير كده، وممكن بقى يكون الكونفليكت بتاع الافلام اللي جايه لو انت عايز محاوله غلق المالتيفيرس. بالظبط، دي احبها. يبقى في قتال كده دائم ما بين اللي بيحاول يخش على العالم بتاعه، مع ان انت عارف لما تفكر فيها مش المفروض ان التي في ايه دمجه كله في خط واحد؟ المفروض بيقولوا كده، بس وبعدين يعني واضح ان هو الباد جايز اساسا. يعني فمنطقيا ازاي مدموجين في خط واحد وبرضه موجودين؟ يعني ايه جه قبل ايه؟ طيب يعني مش نقطه مش واضحه، وحكايه ان هو دمجوا كله في عالم واحد
بس اللي انت بتقوله كده ده سيكريت وورز على طول، اللي هو خلاص كل الكواكب هتبقى ساحات قتال، الازمنه الازمنه بتتقاتل ماشي. ده لما تحطه so much sense. يعني الموضوع طيب ماشي واضح جدا. ده من لوكي الفيلم دكتور سترينج. طب ما بينهم انت عندك شانج تشي وعندك سبايدر مان، وباين عليهم قوي ان هي افلام عاديه جدا، يعني افلام في العالم العادي بتاعنا من اللي موجود دلوقتي. كمان مش باين خالص ان هو في العالم العادي، هو لسه ما نزلوش حاجه، هو اكيد حصل جليتش كده في اخر الاعلان بتاعه قال يعني، بس دي مارفل فمعلش يعني. انا متاكد ان سبايدر مان هيكون في لعب غبي، لعب يعني لعب قله ادب، هيكون في لعب مالتيفيرس، هيكون في ظهورات من حاجات مش طبيعيه، انا مدي متاكد منها خلاص، بقيت شبه متاكد منها. ولوكي الحلقه الاخيره هي اللي هتاكد لنا ده اكتر، ان هيقولوا ايوه بقى في حاجه اسمها مالتيفيرس ودي بقت حاجه عاديه، ده هيكون خلاص الجرين لايت ان هيحصل حاجه في فيلم سبايدر مان. لازم مش عارف يعني، عايز اقول لك ان كل الكلام بقى يقول لك ده توبي ماجواير واندرو جال، انا مش حاسس ان ده ممكن يحصل بصراحه، لان الثلاثه يطلعوا مع بعض لا مش حاسس. لو مارفل عايزه تعلي على نفسها هتعمل ايه؟ لو مارفل عايزه تعلي على نفسها اعتقد ان انت بالفعل عندك ما بعد اند جيم عندك بلاوي سودا تلمها، يعني في كل قصه واحد عندك بلاوي سودا تلمها، يعني الجارديانز وثور انت طالقهم في الفضاء مستنيين ادم وورلوك اللي عملته وعيشه اللي هي بتاعت ايرون مان تاكل بنته بقى لما تكبر وربنا يكرمها، لسه قدامها شويه وقت. هالك عندك شي هالك جايبها له، هالك وشي هالك يغنوا ويردوا على بعض، فاضل مين تاني؟ هوكاي اديك لطشته مع يلينا وهيقعدوا يضربوا في بعض شويه حبه حلوين. فالكون وباكي هتعيش شويه بقى في العالم الارضي قوي مع الفيلنز الارضيين، ماشي واخد بالك مفيش مشكله. الا وهيخش عليك في يعني كلام شبه مؤكد ان دير ديفل طالع في شي هالك. ثانيه، انت كل اللي انت بتقوله ده بتتكلم على اللي هم ايه الناس اللي مش هيكون في لعب كتير. لاحظ ان انت لا مش بقول اللي مش اي حاجه على واندا، تمام؟ اصبر، ما بقولك انا ما قلتش انا ما قلتش اللي مش هيبقى فيهم لعب كتير، انا بقول لك ان ايه ممكن يروحوه بعيدا عن المالتيفيرس. جميل، ايه بقى الحاجه اللي ممكن تجمعهم كلهم تاني مره عشان تاخد نفس الفلوس الرؤيه الفلوسيه بتاعت ان انت تجيب الافنجرز كلهم في مكان واحد؟ الدارك افنجرز هم حاليا لا يضاهوهم قوه، يعني انت عندك جون ووكر ويلينا لا يضاهوا فكره الافنجرز قوه، بس لو الفريق كبر ممكن يبقى فيه هذا القتال. روس يبقى ريد هالك، روس يبقى ريد هالك بس هي فالنتينا أليجرا دي هي اللي شاكك فيها. بس خد بالك انت ما سبتنيش اكمل، ايه اللي هيحصل مع دكتور سترينج؟ ما تنساش ان انت قافل الفيلم الاولاني بموردو وهو سائر بقى على فكره الصحراء والحاجات دي، ماشي. ماذا لو واندا نفسها بقت مجرد فيلن لدكتور سترينج؟ ما اظنش خالص، بقت هي الشريره. لا ما اظنش خالص، ما اظنش. انت ما شفتش النهايه احمرت علينا فجاه برضو؟ بس مش، ما اظنش خالص ان هم يروحوا الراوت ده. انا شايف الحاجه الاسهل والمنطقيه ليهم عشان برضو يعملوا شويه من ده وياخدوا نفس الشوت ابن الذين ان هم يجيبوهم تاني في الشاشه، مفيش غير المالتيفيرس، لازم يكون في لعبه مالتيفيرس. وليه احنا عمالين نتكلم في الموضوع ده؟ لان كل ده توقعاتنا، لان مسلسل لوكي هو اللي هيجاوب على السؤال ده. اخر مسلسل لوكي بس ينزل من هنا، تمام، هنفهم ايه اللي هيحصل، ايه الخطوه الجايه اللي هتتاخد بعد كده. يا اما هيفتح البوسيبيليتي ان ايوه فكره المالتيفيرس هيبقى عاديه جدا، يا اما هيقفل المسلسل على نفسه ودي كانت قصه لوكي يا جماعه وكل سنه وانتم طيبين ونشوفكم العمل القادم. هيحصل كده؟ ما انا الواحد خايف يقول اي توقع، فعلا الموضوع غير متوقع بالمره، خصوصا ان مارفل بتنزل حاجات في التريلر مش موجوده في المسلسل في بعض الاحيان. فاكر انت ايام فار فروم هوم لما قال لك السناب عمل خرم في المالتيفيرس، والجمله دي مش موجوده في الفيلم، موجوده في التريلر بس. يا وانا فاكر زمان في انفينيتي وور كان في برضه حاجات سي جي محطوطه، كان هالك طالع وهالك مفيش، ايوه مفيش هالك اصلا كلها. فانت لو هتدور لا تثق في المعروض لحد دلوقتي. ما طب ماذا لو الموضوع قفلنا قصه لوكي بس فتحنا احتمالات، مش فتحه كده اللي هو يلا هو بقى موجود، مجرد بوادر حاجه تثبت. مش بس انت عارف برضو لما تفكر فيها كل المتغيرين دول هيروحوا فين؟ ما هو اكيد بعد قتال فظيع جدا هيكون في سيلفي درينسلير بمساعده بي 15، ولوكي لو ما ماتش هيبقى ضد الشخص الكبير اللي احنا مش عارفين مين هو ده، والباقيين دول كلهم هيروحوا فين بقى؟
هنوصل في النهايه، هنوصل للانتصار، لان الاخيار لازم ينتصروا في النهايه. هنوصل في النهايه كل واحد هيروح فين؟ كل واحد هيروح العالم بتاعه. فيبقى في ما هو ده بيدعم بقى كلامك. ايوه بيبقى في برانشز، ماشي، ما هو منطقي يعني... كده يا عمي، انا شايف ان كده منطقي. اصل طب ثانيه يعني، ممكن انت تسالها من الناحيه دي، ممكن السؤال ماشي. ده يخلينا نبص من ناحيه، انت تتوقع ان توم هيدلستون هيلعب لوكي تاني بعد اخر حلقه؟ فين؟ لا فين، ما اكيد ما مش هاجزم لك بالتحديد فين، بس ان الشخصيه تختفي مره واحده، لا، الا لو مات. فكره ان يموت دي انت مستبعدها؟ لا مش مستبعدها خالص. كلام جد؟ يضحي نفسه عشان سيلفيا تعيش والجو ده؟ لان لو تفتكر ان كان في كلام زمان، بس هو للاسف مش مؤكد وانا مش باخده كمرجع، ان لوكا هيتحبس شويه في صوره غير صورته. بس ده كلام غير مؤكد، بس انا مع ان هو يموت، لان ده منطقي شويه انه يحصل. وسيلفيا هي اللي تبقى لوكي، وناتالي بورتمان هي اللي تبقى ثور. ما كلهم لوكي، ده كده الدنيا بلحت بقى. ما ده اللي هيحصل، ما ناتالي بورتمان هي هتبقى ثور. لا يا عم ان شاء الله، بس هيمسكوها المطرقه تفرح بيها شويه، وبعد كده ياخدوها منها تاني. المطرقه اللي تمسكيها بس، يعني مش انا مع طبعا تمكين المراه في كل شيء، بس مش للدرجات يعني. يا عم لا، ما عنديش. طب استنى يعني، انا لو صحي الصبح قال لك شوري هي ملكه وكان زي الفل، مش متضايق، ماشي برضه منطقيا تحصل. لكن جين فوستر ايه اللي صحيت لقيت نفسها اهي يلا، حتى لو قدام التقديم منطقي مش حلو. يا عم ده في ناس زعلت لما كابتن امريكا رفع المطرقه، هتقول لي جين فوستر هترفع المطرقه؟ كسروها تاني. بس على فكره، انا على فكره دي انا ما كنتش مخطط لها، انا دي جبتها في دماغي كده، اللي انا قلت لو لوكي فعلا ضحى بنفسه في مات، وسيلفيا بقت لوكي اللي موجوده ثانيه واحده، ما هو بيفكروا ان هم يخلوا بقى ناتلي بورتمان تعمل ثور، فاللي هو ليكون البتاع ده كله بقى عشان يجهزنا للفيميل ثور بعد كده. طب انت يعني لحد الان مش لا تعتقد ان فعلا سيلفي دي مضخمه قوي؟ لا عادي، شايفها ثور، شايفها قصدي لوكي يعني، فهي شايفها جزء يعني جزء من لوكي يعني، ما مش هو لوكي بس بشكل مختلف، نفس الميكانيزم، نفس الليل. مش عارف اعمل التوافق ده خالص. ليه برضه حاسس ان احنا في اول حلقتين عملنا كده ايه، شخص متغطي خطير جدا وبيقتل وبيحرق، والتي في ايه نفسها مش قادره عليه، طلعت واحده عاديه جدا يعني، حتى ما عندهاش بوصله في الحياه رايحه فين، هي تايهه كده وخلاص بتلوش، فمش أيوة مش حاسس بالثقه. كمان لوكي نفسه في المسلسل ده عارف، حاسه سلاب ستيك. بس خد بالك ان انت بتتكلم عن لوكي اللي هو يا دوبك حاجات مارفل كده، بس ما عليه، انا مارفل دي مش مرات ابويا بحاملها يعني. هو ده الفيديو ده سكريبتد زي اللي فات ولا لا؟ ده كده عادي، كده الحقيقي. خد بالك ان انت لوكي اللي رميته في التي في ايه ده لوكي اللي كان من كام ساعه فيلن وطاير في الجيش وبتاع، بقى هلهوله قوي في اول المسلسل. يعني اللي في اول المسلسل ده مش لوكي بتاع 2012، ده لوكي اللي هو اتعمل له ريديمشن بقى في الاخر في راجناروك او حاجه، لكن لوكي بتاع 2012 فين حاله السواد لا انا اعرف ناس كتير كلهم فان بويز شافوا اول حلقتين في المسلسل قال ده لوكي ده يا ريته مات احسن في انفينيتي وور، ومش عايزين خدوه تاني. مش عارف، ممكن انا ما ركزتش قوي من الناحيه دي، فاهمني؟ مركز. طب اقول لك حاجه حلوه عشان يعني نبقى ادينا كده مختصر، تعال نقول كل الناس اللي مش هيبقوا هم الـ الشخص اللي في النهايه، بحيث لو طلع هو يبقى احنا عندنا مصداقيه. بحيث يبقى انت مأمن نفسك من ناحيتين. ماشي. وبعد ما تتعرض الحلقه ابقى امسح بقيه لا وتمسح لو حد اللي عندك حاجه. يا راجل اللي يعرف مكانك يروح يبلغ، كبر دماغك. كنت اقول لك ماشي يا عم، ادي انت. نيك فيوري يا عم. لا يا عم، نيك فيوري في الاوريجينال سين اللي اسمه الانسين اللي مكان الووتشر ده، واحد مكان الووتشر بتاع المجرات. لا منط انا مش فاميليار مع الووتشر، عارف الووتشر بس. ايوه مكانه بقى كان في فتره كده نيك فيوري، وكان اسمه الانسين اللي مش متشاف، الراجل اللي ورا الستاره اللي بيدمر مجرات وعوالم ما احنا بنقول بجد مش هيحصل، ما احنا دلوقتي في الشق اللي مش الليفنج تريبيون، وهو اللي بيحاكم الناس دي كلها. ده واللي كان المفروض يطلع في انفينيتي وور كده ككونسبت ارت، وبعد كده اترمى. ده انا ممكن اشوف ممكن ريفرنس صغير ليه، فاهم؟ ممكن يكون في ليه ريفرنس كده محطوط، مفيش مشكله.
اجنس. لا كمان مش للدرجات يا عم، لسه خلصين منه. لو هي فرخه بصراحه ما تعملش كل ده يعني طب استنى، مين شخص ممكن يعمل اليين؟ ما هو ده مش ساحر برضو، ده عمل اليين. ايه كانجا 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 بالظبط. كانجا. طب لا عايز انت كانجا ما لبسهاش اصلا حاجه مش اللي تيجي في دماغ الواحد، مثلا هايدرا مثلا بقى عم فتحت لها برانش تانيه في الفضاء وهي اللي بتسيطر على كل حاجه. لا يا عم مش الدرجة دي يعني. ما يا عم انت لسه قايل يا عم اول ما مارفل تتزنق ده كان هايدرا هي اللي شغاله في الموضوع. لا بس مش درجة الفضاء يعني، مش لدرجة الفضاء. ده راجل كان لابس علم امريكا بينيمهم هيروحوا الفضاء. طب ثانيه ممكن ثانيه لا 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 لو هتتكلم بجد انا كنت بهزر، بس لو هتتكلم بجد ممكن يكون ريد سكول ليه دعوه باللي بيحصل. لا ريد سكول بقى حاجه كده برضو، عارف شبه ميس مينيتس كده في فورمير، خلاص انتهى امره. ايوه بس ما خلاص، ما السول ستون اتاخد يا عم. انهي فيهم اللي اتاخد؟ ويت احنا في انهي تايم لاين؟ في اتنين اتاخدوا كده. ماشي 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 ماشي، انا قلت ولو فاهم ان ريتس كل ممكن يقول سلام عليكم من الاخر، ده لو احنا يعني بنتكلم في الحاجات اللي هي مش هتحصل. الروسوس قال لك ان هو خلاص ريد سكال ما بقاش هو بتاع الفيرست افنجر، ده بقى كائن كده ملوش وعي قوي زي الاول، زي اللي هو يوهان شميت ده اللي هو ليه اراده وليه بتاع. احنا قلنا احنا اتحركنا من نقطه الاليين. حاجه غير متوقعه جدا. انا دي قريتها، دي قريتها في مكان، ولو طلعت دي صراحه انا هقول يا نايس. انا نسي اسمه ازاي. اوصفوا لي. دكتور دوم. دكتور دوم يعني العقل والمنطق. كان عندي فيلم اسمه فيلم او مسلسل اسمه فانتاستيك فور، فاحط دكتور دوم في لوب. فانتاستيك فور احط امير كراره مثلا، اي شرير كده هتلر بيه. بس خد بالك يعني ده احتمال ان قلته في الفيديو، ان المملكه دي شبه المملكه بتاعت اسمها كاسل بيل من اول ايه يعني. انا قلت في الفيديو بتاع الحلقه الخامسه ان هو ممكن يطلع دكتور دوم، لان القلعه بتاعته دي شبه كاسل دوم شبهها، فهو ممكن. بس انت عارف ايه، طب وفانتاستيك فور بقى هنعمل فيهم ايه يعني؟ في شرير تاني في عالم فانتاستيك فور اقوى من دكتور دوم؟ جلاكتوس هو اكيد فيه، بس مش يعني احنا طب بدل طب سيلفر سيلفر حط جالاكتوس مكان دكتور دوم يعني، منطقي جالاكتوس يبقى في اخر لوكي اهو، لو هنرمي اي كلام، لكن مش دكتور دوم. انا مش مقتنع دوم ان هو يكون انتيتي. انا مش مقتنع ان البيج باد جاي اللي احنا هنقابله في الاخر، انا مش مقتنع ان هو يكون انتيتي، ان هو يكون حاجه زي دورمام حاجه يعني. مش مقتنع ان هو يكون حاجه كبيره جدا، لا انا مقتنع ان هو يكون انديفيدوال شخص. ايوه البيوندر. مين ده؟ واحد كده من المجلات ليه علاقه بسيكريت وورز، لابس ابيض في ابيض كده، فعارف هو فكره في شخص هو الشرير قوي بقى اللي عمل كل ده، وشكله انساني قوي على، بس دي برضو مجلاتيه قوي. كانت البيوندر ده مين البيوندر؟ هي كانج صدقني، هي كانج في الاخر. انا مكرهش والله، بس مش عايزين نقول كلام يتحسب علينا فيطلع هو مثلا يعني اكتر حد ما فكرناش فيه، حد ويكون ليه علاقه بمس مينيتس. طب استنى هقول لك حاجه، انت مؤمن او يعني مش لدرجه ايمان يعني، او مصدق ان ممكن التي في اي بكل الهلومه دي تبقى في الكوانتم ريل؟ على اساس انت مان لما طلع في اند جيم قال لهم الوقت ماشي بشكل مختلف، وموبيس قال في الاسانسير الوقت ماشي بشكل مختلف. لا ما اظنش ان هو ان هي ممكن تتقال من الناحيه دي، فاهم؟ ان هي ممكن تتقال من الناحيه دي. هي الحاجه اللي ممكن يكون ليها دعوه بالموضوع ده ان هيكون في تاي ان بطريقه او باخرى بانت مان، فاهم؟ سيت اب للفيلم بتاع انت مان اللي جاي، تمام؟ بس ما اظنش ان كل الاحداث دي حصلت جوه الكوانتم ريل. ما انت برضه ما تعرفش خدت وقت قد ايه، حتى لوكي نفسه بيقول لك ما اعرفش بقالي كام يوم ولا كام حاجه هنا. فكر فيها. ماشي. لا صح اللي انت بتقوله نوعا ما منطقي. طب ايه هيبقى ايه؟ هيبقى ايه هو الفويد؟ طب استنى، ماذا لو انها تتحكم في الزمن؟ ما دي الفكره، ما انت مش ازاي هتهارنست؟ فين الاداه اللي هتخليك فعلا تمسك تتحكمه؟ الفكره انت المفروض تكون مخضرم قوي في الكوانتم ريلم، فاهم الدنيا فيه كلها ماشيه ازاي؟ مش
عارف. طيب نقول حاجة تانية، ماذا لو برضو تم تقديم كيان ما يتطلبش حاجات في المستقبل زي كانج، بس منطقي قوي اللي حصل، اللي هو هي هو ريمينز، اللي هو عمل التايم كيبرز وسابهم كده مكانه. اللي هو الصورة بتاعته في الكوميكس حاجة بيضة كده فيها نجوم حاجة زي كده. طب هو راجل مسن ووشه مكرمش كده آه شفت ده. طب ليه مش الايترنالز؟ يعني احنا ناسيين كده جماعه، مش عارفين صح. اولهم من اخرهم، ليه مش الايترنالز؟ الايترنالز دول طلعوا في جاردنز اوف ذا جالاكسي صح؟ طلعوا ما سلام طلعوش قبل عليكم. كده خالص. لا طلعوا سلام عليكم في جاردنز اوف ذا جالاكسي. لا يا عم طلعوا يا عم في السليستيالز، انت قصدك السليستيالز اللي هم الضخام دول؟ بالظبط. بقى عارف بحسهم دول مش كائنات عاقله قوي يعني، بس تصدق ممكن فيها قليل من المنطق. بس استنى، ما تدخلناش في السيليستيالز، احنا دلوقتي بنقول الايترنالز. الايترنالز اللي ليهم فيلم يا قال لك احنا بنراقب وما بنتدخلش، فدلوقتي قررنا نتدخل. الجمله اللي قالوها في التريلر في الاول، مان دماغي وجعتني. يكون القلعه دي كلها بتاعت الايترنالز وسيت اب للفيلم. للفيلم لا تبقى رخيصه حتى المر فاهم. حتى المر قصدك ايه يعني؟ مش فاهم. لا مش قصدي حاجه. طب بص، عشان احنا نفضل نلف حوالين نفسنا مش هنخلص، خلينا نبدا السؤال الاخير نختم بيه الموضوع ده. تمام. في البوست كريدت سين بتاع اخر حلقه ايه اللي هيحصل؟ تخيلك، توقعك ان هيبقى في ثغره تبوظ لك النهايه بتاعت المسلسل، يعني لو ايه، ما تفتكرش الدنيا خلصت كده وعاش جميع سعداء. وهي اللي في معظم الحالات تكون ان لوكي مات، بس لا ما ماتش، بس دي هتبقى ريس الاول عملوه. لا او يعني انتوا كفارينتس افتكرتوا ان انتوا لميتوا الدنيا، لا ده على فكره لسه ما اتلمتش قوي. دي منطقيه جدا، دي منطقيه جدا، وغالبا ان هي اللي تحصل، بس مش عارف اذا كانت تحصل ولا لا. بلاش نقول، المشكله احنا مش عارفين حاجه بالاخر، احنا مش عارفين اي حاجه. بالظبط. الحلقه السادسه هتبقى يعني ادي مستنيين. تحياتي لمارفل، تحياتي لمارفل ان هي عملت حاجه جديده. هي المسلسل مختلف، المسلسل مختلف بالظبط، دي الحاجه الجديده اللي احنا مستنيينها.